أحيي وأشكر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سلا الرباط. مرحبا بكم جميعا في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان كاميراكيز الذي ننظمه هذه السنة بمعية شريكنا الأساسي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة رباط سلا الخنيطرة. أوجه تحية خاصة إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة رباط سلا القنيطرة. كما نشكر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة رباط سلا القنيطرة. متتبعين الكرام، قبل أن نتشرف بكلمات الشركاء المنظمين للتظاهرة، أدعوكم لمتابعة شريط ذاكرة مهرجان كاميرا كيدز. بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة والمعهد المتخصص للسينما والسمع البصري بالرباط إسكا، وبتعاون مع المركز السينمائي المغربي سيسهم، نظمت الجمعية المغربية لتنمية السمع البصري والمسرح التربوي 3 دورات لمهرجان كاميرا كيدز، تمنح من خلالها لتلاميذ المؤسسات التعليمية الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم حول قضايا ترتبط بالمواطنة والانفتاح على الحضارة والثقافة الإنسانية. تقوم هذه التظاهرة على ورشات تكوينية خلال شهري ديسمبر ويناير من كل موسم دراسي لفائدة الأساتذة منسقي الأندية بالمؤسسات التعليمية حول أسس الكتابة السينمائية وإنتاج فيلم تربوي قصير بمواصفات سينمائية. تنظيم ورشات تقنية تكوينية خلال شهر يناير وفبراير من كل موسم دراسي لفائدة تلاميذ المؤسسات المستفيدة حول تقنيات وأسس التصوير والمونتاج. تنظيم المهرجان وعرض أفلام المؤسسات المشاركة بقاعة العروض بالمركز السينمائي المغربي بالرباط وتتويج أفضل الأعمال بعد انتقائها من قبل لجنة التحكيم. وهنا كنت واجد بالمهرجان الجهوي اللي دارته الأكاديمية ديال جهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة يعني مع لاسكا ومع جمعية تنمية السمع البصري والمسرح التربوي. يعني كان هناك ورشات تكوينية واللي حضرنا لها يعني غدا بشوية حول اللي أطروها التلاميذ ديال لاسكا. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette expérience qui a donné la chance à des jeunes lycéens de pouvoir s'expérimenter avec l'audiovisuel. Mais pas seulement, l'important, c'est pas seulement se mettre devant une caméra, mais c'est aussi pouvoir réfléchir sur les thématiques du Maroc d'aujourd'hui. Et cette année, beaucoup des élèves ils ont choisi l'environnement. Mais pourquoi pas, dans les années prochaines, il y aura des autres thématiques qui vont être abordées. سينمائي وشكون هما فلذات أكبادنا؟
لأنه هو عبارة عن فيلم قصير يتحدث على وجع ديال التلميذ يعاني من العنف خارج المؤسسة وكيمارسه في المؤسسة، يعني بحال كيدافع على راسه داخل المؤسسة. إن حرصنا على تنظيم هذا المهرجان ودعمه بكل الوسائل الممكنة يأتي في إطار تنزيل إجراءات الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 والتي تشرف على تفعيلها وزارة التربية الوطنية من خلال أجراء تدابير الارتقاء للعمل التربوي داخل المؤسسات أو فضاءات المؤسسات التعليمية وتحفيز تأسيس وتنشيط الأندية التربوية في مختلف مجالات الحياة المدرسية. الجائزة الكبرى تشجيع حق الفائزين بالجائزة الكبرى. متتبعين الأفاضل على هذه المنصات الرقمية، أتشرف بدعوة ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة السيد محمد الخيتر رئيس المركز الجهوي للتنشيط وإنتاج الوثائق التربوية لإلقاء كلمة الافتتاح والترحيب بضيوف المهرجان الكرام. السيد رئيس الجمعية المغربية لتنمية السمع البصري والمصلح التربوي، السيدات والسادة ممثلي الهيئات الشريكة، السيدات والسادة ممثلي ومنسقي الأندية التربوية السينمائية بالمؤسسات التعليمية، أعزائي التلميذات والتلاميذ، باسم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة رباط سلا القنيطرة، نفتتح معكم فعاليات المهرجان الجهوي التربوي السينمائي في دورته الرابعة كاميرا كيدز. رغم ظروف العمل الصعبة ضمن جائحة كوفيد التي جعلت الاشتغال بالمؤسسات التعليمية جد صعب ومعقد، ورغم إكراهات الاشتغال في مجال السينما فإن الشركاء والأكاديمية أصرت إلى أن تصل إلى بر الأمان في دورتها الرابعة، ونحن اليوم نتواجد جميعا من أجل اختتام هذه الدورة، عازمون على بناء دورة قادمة من أجل سينما تربوية عميقة، ولهذا نهنئ أنفسنا ونهنئ جميع الشركاء وعلى رأسهم الجمعية المغربية لتنمية السمع البصري والمسرح التربوي. شكرا لكم. يسعدني أن أعطي الكلمة لرئيس الجمعية المغربية لتنمية السمع البصري والمسرح التربوي السيد محمد همراس. السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، السيد مدير المركز السينمائي المغربي بالرباط، السيد مدير المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري بالرباط، السيد رئيس جمعية أوندي فيلم، السيد رئيس جمعية أصدقاء الجم، مرحبا بكم جميعا في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان كاميرا كيدز الذي ننظمه هذه السنة بمعية شريكنا الأساسي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة رباط سلا القنيطرة، وبدعم من المركز السينمائي المغربي وباقي شركائنا ومدعمينا. أغتنم الفرصة لأعطي الكلمة للدكتور بن خلافة رئيس جمعية أندي فيلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة رباط سلا القنيطرة، السيد رئيس الجمعية المغربية لتنمية السمع البصري والمسرح التربوي، أيها الحضور الكريم، كل واحدة
باسمها وصفتها وكل واحد باسمه وصفته. يسعدني ويشرفني عظيم الشرف أن أشارك في هذا الحفل الافتتاحي لمهرجان كاميرا كيدز في دورته الرابعة. مرحبا بأعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة الرقمية. المخرجة المغربية فاطمة علي بوكدي حصلت على دبلوم معهد العالي للتمثيل والتنشيط المسرحي، وكانت بدايتها في الإخراج من المسرح. في كل أعمالها للأفلام المغربية كانت المخرجة بوكدي تتنهل من التراث المغربي لتدور أحداثها في حقب تاريخية للمغرب مثل شريط سوق نسا والدويبة، إضافة لعدة سلسلة بنفس السياق كحديد دان، رمانة وبرتال، زهر ومرشا، شمس القنديل، كما لها أعمال بارزة بالأمازيغية كثيرة مثل ران كلو الدونيت، حمو ونامير. عادل أبا تراب ممثل مغربي من مواليد مدينة الدار البيضاء، نجم مسرح تلفزيون والسينما، عرفوا الجمهور المغربي في العديد من الأعمال أشهرها بنات للا منانة، ومشاركته في الفيلم السينمائي خنيفي سترماد للمخرجة سناء عكرود، كما شارك في فيلم كاريان بوليود، وفاز أبا تراب بجائزة أحسن ممثل خلال فعالية الدورة 16 للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة. بعد حصولها على ماستر الدراسات السينمائية والفنية بالكلية المتعددة الاختصاصات، انتقلت مديرة التصوير زكية الحميدي باش تكمل مسارها الدراسي في فرنسا في المدرسة العليا للفن والتصميم بغنوبل، ونجزت في مشوارها السينمائي مجموعة ديال الأفلام السينمائية القصيرة والوثائقية، وشاركت أيضا في مجموعة من الملتقيات والمهرجانات السينمائية كمؤطرات ورشات، إضافة إلى أنها عضو نشيط في مجموعة من الجمعيات لتشتغل على السينما والفيديو. الأستاذ بدر الدحاني باحث بجماليات المسرح والسينما وسيميولوجيا الخطاب البصري، بعد حصوله على ماستر في تفاعل الأدب والثقافة في العالم المتوسطي، هو الآن بصدد تحضير الدكتوراه في سيميولوجيا والمسرح والسينما وتحليل الخطاب السمعي. كيشتغل الأستاذ الدحاني مديرا لمؤسسة دار الشباب ومدير لمجموعة من التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية، كما كيشتغل على تنشيط مجموعة من برامج الإذاعية. محمد سندس عاصمي مفتش تربوي، مفتش منسق جهوي تخصص لمواد التفتح في أكاديمية رباط صلاة القنيطرة سابقا، باحث في قضايا التربية والتربية على المواطنة، ومهتم بمجال السينما. يسرنا اللحظة أن نعطي الكلمة للسيد بدر الدحاني الفنان المثقف لتقديم كلمة لجنة التحكيم، فليتفضل مشكورا. باسم هذه اللجنة نقدم الشكر الجزيل لإدارة المهرجان الجهوي كاميرا كيدز في دورته الرابعة على كل الخدمات الجليلة التي يقدمونها للتلميذات والتلاميذ وللفن السينمائي الموجه للطفل عامة. كما نشكر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهات الرباط سلا القنيطرة، والشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذه الدورة المتميزة والتي تأتي في ظروف استثنائية جراء الحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا. أترككم مع مقدمة لمخرجة الفيلم وضعت خصيصا لهذه التظاهرة، فشكرا لك سيدتي على الالتفاتة الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية فنية ثقافية تربوية لكل المشاركين في المهرجان السينمائي سينما كيدز في دورته الرقمية الرابعة، وأشكر وأحيي رئيس الجمعية المغربية لتنمية السمع البصري والمسرح التربوي، كما أحيي وأشكر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سلا الرباط، وأحيي جميع المنظمين لهذه الدورة، وأشكرهم على الشعار الذي وضعوه لتحسيس الشباب الناشئ بأهمية التراث اللامادي الذي هو جزء من هويتنا ومن تاريخنا. وبالمناسبة نعرض في هذه الأمسية مجموعة من الأقوال والحكم والتي كانت صالحة ذات زمان ولا زالت صالحة إلى حد الآن، وتحمل بين طياتها قيما إنسانية وأخلاقية وتربوية. وأختم بمقولة بالدارجة المغربية:
تقول: تفنى العوام والسنين وتبقى الحكمة في كلام الجدين. أمسية سعيدة.